جلجلت جلجلت عاليا في الأفق صيحة الأباء، وانبرت وانبرت تسمع البغين أنغم المماء. جلجلت جلجلت عاليا في الأفق صيحة الأباء، وانبرت وانبرت تسمع البغين أنغم المماء. قادمون كالسنى الوهاج مسلمون ديننا المنهاج، كالسنى الوهاج مسلمون ديننا المنهاج. إذن مرحبا بكم في الحلقة التاسعة من برنامجكم الدعوي في رحاب الداعية. إذن كما تولفنا أنك كنطرحوا مواضيع في شكل محاور نناقشها مع فضيلة الشيخ عبد الله النهاري، لكن هناك بعد العتاب للطاقم البرنامج أننا ما كنطرحوش الأسئلة ديالهم. إن شاء الله غادي نطرحوا أسئلة وغادي تكون الإجابة يعني فوق السريع. لفضيلة الشيخ يعني المتتبع للمحاضرات ديالكم والجميع يعني الدروس اللي كتلقيوها، يعني يمكن المحصلة كتقول بأنك تؤمن من جهة بثوابت الأمة الإسلامية اللي موجودة في الدستور وعلى رأسها الملكية وإمارة المؤمنين والوحدة الترابية والدين الإسلامي، وأضيف لها في الدستور الأخير الخيار الديمقراطي، لكنكم من جهة أخرى صراحة تريدون منع الفن، منع الشواطئ، منع السينما، منع الرياضة. يعني يقول أحدهم بأنكم تريدون أفغانستان جديدة، كيف أنكم تقولون بأنكم مع ثوابت الأمة الإسلامية وفي الجهة الأخرى يعني جميع المحاضرات ديالكم كتصب في اتجاه يعني الدخول في تطبيق الشريعة الإسلامية من أبوابها الكبيرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على الحبيب محمد وعلى صحبه وسلم سليما. إذن من جملة ثوابت الأمة الإسلام، وإسلامنا هذا كما نفهمه ويفهمه علماء الأمة أنه شامل لمجال جميع مجالات الحياة. قال تعالى في سورة الأنعام: قل إن الصلاة العبادات ونسكي ومحياي جميع مجالات الحياة ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. إذن فالإسلام فيه العقائد وفيه العبادات وفيه الأخلاق وفيه المعاملات وفيه الفن وفيه النشيد، حتى أن القرآن يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمر على أبو موسى الأشعري يقرأ فيقول: لقد أوتيت مزمار من مزارم آل داود. وكان عليه الصلاة والسلام في رحلة أو في غزوة وإذا بأحد الصحابة كان حداء ولا كان حادي، يقول له أنجشة، وكان له صوت جميل فيترنم على جمله، حتى الجمال تتأثر بالصوت الجميل وإذا بها تسرى. فلما أسرعت أشفق النبي صلى الله عليه وسلم من النساء اللائي يوجدن في الهودج، فقال: يا أنجشة رفقا بالقوارير. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل كرسي خاص لحسان بن ثابت ليقول الشعر في المسجد، ويقول: قل وروح القدس يؤيدك، روح القدس يؤيدك. فوسائل التعبير، مسألة الفن ومسألة كذا، ليس في المسلمين من ينكر هذا، فهي من وسائل التعبير، والوسائل لها حكم المقاصد. فإن استعملت الوسائل لمقاصد شرعية لخدمة القيم والدين والثوابت، كنا من جملة من يؤيدها ويعمل على تشجيعها. وإذا كانت هذه الوسائل تستخدم لمقاصد لضرب إسلامنا، هنا نتحدث، هنا نتكلم، هنالك إذن ضوابط. فنحن لسنا ضد الفن ولا ضد هذه الأمور التي ذكرت، ولكن نحن ضد الفن المتعفن الذي يضرب ثوابتنا ديننا. غادي تسقسيني ونسبقك ونسأل أنا، تقول لي واش كاين شي فن الذي يضرب ديننا، الفن الذي والعياذ بالله يشيع العري بين الناس، العري. ربنا سبحانه وتعالى حرم التبرج، الله تبارك وتعالى سبحانه عز وجل
الوقيت اللي والعياذ بالله الله العفو والعافية هذه الأخر تسيء إلى المسلم وتصور المسلم على أنه إرهابي. هذه الأفلام الآن التي يتبارون حول الجوائز الكبرى في مهرجان طنجة، ما هي هذه الأفلام التي تنجح؟ هي المدعمة ماليا من أولئك الذين يريدون استعمال هذا الوسائل من التعبير لضرب هويتنا، فيصور المسلم على أنه إرهابي. ما ذاك الفيلم الأخير اللي ادى الجائزة، انتم كتعرفوا الوقيتة اللي كيصوروا المسلمين مجموعة كتختاط في مجموعة دير الفنانين، عمرو شتو شي مسلم يلجأ اللي خطف هؤلاء؟ الإسلام حجته قوية، والضعيف هو الذي يلجأ للقوة حينما يحتاج الأمر إلى التعبير. حجة ضاحظة، أنت مثلا حينما تقرأ لناقد سينمائي بعيد عن الإسلاميين، لابد تسميه إسلاميين، ناقد محايد ويتحدث على الجودة وعلى الإخراج وعلى الفكرة، هو الذي تحدث حينما تحدث عن الفكرة أنه عياذا بالله من تلك الأفلام التي تجد لها صدى في الغرب وتجد له دعما قويا في الغرب، لأنه يحقق توجه الغرب في نظرته إلى الإسلاميين. العالم كله يريد أن يصور الإسلاميين على أنهم إرهابيين. من أراد أن يربح وأن يدخل فيلمه إلى الأوسكارات وأن ينجح فما عليه إلا أن يضرب على الوتر الحساس. نحن نعرف أن كل من أراد أن يستقبل من قبل رؤساء كبار الدول الكبرى عليه أن يضرب، وخاصة حينما يوجد الإسلام الآن يعني طايح كل شيء اللي فات يضربه بخدبي. سلمان رشدي لماذا استقبل في أمريكا؟ تسليما نسرين لماذا استقبلت في أمريكا؟ لماذا قامت ضجة حول نصر أبو زيد؟ لماذا؟ يعني خرجوا على الأمة. ومن شروط جائزة نوبل أنك عليك أن تضرب في يعني المحددات الأساسية للدين الإسلامي. هارك قلتها صاف رك جاوت بصح النهايه نتاع الفيلم فضيلة الشيخ هذوك اللي خطفوهم في التالي تصالحوا ولاو بان الاسلام معتدل. بغى يقول لك بان غير اضافه بان الاسلام في التالي هاد الناس المختطفين وهاد الناس اللي كانوا خارجين على طريق الله انهم في التالي غير ناس كانت بيناتهم واحد قصر نظر في التالي قربوا المسافات. يعني انا بغيتهم باش نحطوا النقط على الحروف. تفرج الفيلم، ما الذي يمنعك من باش تفرج الفيلم؟ مسلسل مكسيكي، أرى شاب حب شابة، خيمينة حبها أنطوليو، في التالي غادي يتزوجوا. فكرة يحبها باش يتزوجوا تكتبها في سطر واحد، أحب أنطونيو ألتوفيلا، وانتهت هذه القصة تاع الحب بزواج بعد 20 عاما من المعاناة. نقطة. هو واسمو ذيك في 20 عام واسمو دالم وراك العوري كاع الشباب فلسهم باش يقولك في التالي تزوجها، قول إن حبها وقعت مشاكل وكذا. سيدي ربي حينما يتحدث عن قصة من أعظم القصص تاع سيدنا يوسف ويتحدث عن أخص ما يمكن أن يقع للإنسان في فتنة بالنساء، غلقت الأبواب، غلقت، قيلت هي تلك، قال معظم. انظر يصور لك مشهد نتاع الضعف البشري حينما يسقط عياذا بالله في فترة هذه المرأة، إغراءات شاب، هو العبد وهي السيدة، يؤمر بالغمزة وغريب وزوجها غائب ولا غيرة له، كل شيء موجود الآن لكي ومع ذلك معاذ الله. انظر إلى استعمال هذه القصة في رفع قيم العفة التي هي من قيم هذا الدين، كيف يسمو الإنسان حتى لا يسقط والعياذ بالله في جب الفاحشة. فالذي أنجاه من جب إخوانه أنجاه من السقوط في جب الفاحشة. باش ما نتبحرش فضيلة، لا غير نقول لك القضية نتاع أنه تصالحوا. وسبغي نقول لك فتالي تصالحوا، حتى وريت المسلمين خطفوا الفيلم كل شيء كاين، ووريتهم الله يحفظه ويستر ما يفهموش ومنغلقين وإرهابيين ومحدودي الفكر. باش ما يفهموش مول الفيلم، ماشي يعني الفيلم ديالو راه موضوع ديالنا، راه غير مثال باش ما يمشيش انه هو يسوق، ماشي على هذا، باش ما يسوقهاش اعلاميا. أول ليس المقصود هو هذا الفيلم، نعم المقصود هو انه شوف جاتكم خاتمه مزيانه، انت بغيت تقول لي هذا فيلم صور تصويرا شنيعا المبادئ الإسلام ولا اللي محملات المبادئ الإسلامية، وفي التالي في النهايه كيقول لك هو الإسلام الحقيقي. صح، انت حتى
شوتها تماما وجيت دير لها بحال داك اللي يعني هذه كيسموه هذا المثال كيقول في العربي يقولوا اقبح من اسمه هي عذر اقبح من زله. شاف واحد السيد مقرد ويشوف من هيه ويبان له بحال صاحبه حميده جا عنده ضربه بسقله حسب له حميده هو شاف فيه شافه ماشي حميده قال له احسب لي كلب هذا هو عذر اقبح من زله. يعني حتى غرقت الاسلاميين وشوهت القيم تاع الاسلام بالعوري وبكذا وبالتشويه الاخر وفي التالي جيت تعتذر. هذا الشيء في جميع الافلام كيقول لك زعما بالسينما نوجهوا للغرب الوجه الحقيقي للاسلام وحنا المخرج والممثلين تاع الفيلم ما كنقصدهمش ان القصد كل القصد هو يعني اثاره ما يقال في اسمح لي واحد الكلمه اسمح مرحبا شوف البرنامج حتى تلك القنوات الموجودة في الغرب حينما تريد أن تستضيف في ندوة من النوادوات التي يكون موضوعها الإسلام تستضيف ملتحي ليتحدث باسم الإسلام ويا ليتهم لم يستدعوه ولكن يستدعونه قصدا لكي يعطي فعلا صورة مشوهة للإسلام ويتحقق غرض القائمين على هذا البرنامج. صح فضيلة الشيخ ما جاوبتنيش لأنك داعي أنك السي عبد الله النهاري في مجمله يصنف على أنه داعية معتدل هكذا يصنفك فقهاء الحركة الإسلامية لكن في الأخير أن التوجه ديالك من خلال مجموعة نتاع المحاضرات أنك تدعو إلى تطبيق الشريعة. هنا ندخل إلى نقاش آخر مرسي وما أدرك ما مرسي يقولون أيضا أنك امتداد من الامتدادات انت الحركة الإخوانية في العالم الإسلامي وأنك تتخفى في جبة حركة دعوية معتدلة في المغرب. مرسي وهو من هو منتمي لحركة الإخوة المسلمين قال بالحرف ليس هناك لم تنضج الظروف الموضوعية لتطبيق الشريعة الإسلامية وقال أنت تعرف الجدل ما بين الدولة الدينية هم كي يوصفوها بواحد الوصف قدحي الدولة التيوقراطية والدولة الدينية أنت بشكل ضمني تدعو إلى الدولة الدينية وهذا يتناقض مع 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 التوجه الأول اللي كدفع به الثوابت الإسلامية. هذا الشيء اللي كيقوله الخصوم ديالك انفصام في الحركة الدعوية تاع فضيلة الشيخ عبد الله النهاري أنت هذه هي فرصة باش تجاوب على هاد الناس فضيلة الشيخ عبد الله النهاري. والله أنا ودي السي سعيد تمنيت لو لم أكن محوارا أبدا في هذه يعني البرنامج يعني يقولون عني أقول عنهم كذا يعني في الحقيقة أنا لا أرى نفسي والله دائما كأقول هذا بالصدق لا أرى نفسي زعما أهلا لكي أكون مثل الموضوع ولكن على كل حال يعني الموضوع المهم كتشكل تجاه المهم الموضوع يعني ما في الحق يعني من شو سي عبد الله واللي باش هذه نقطة باش ما نعاودو لهاش وليت ظاهرة دعوية وليت عندك لا هذا ماشي ديالي نعم أنت ما كتسعاش لهذا الشيء أنت نعرفوا المقاصد تاع فضيلة الشيخ عبد الله النهاري وللظاهرة وصل الناس كيقولوا بأن السي عبد الله النهاري لوحده يشكل اتجاه داخل المجتمع المغربي. خليني بالناس المهم مرحبا هذا الكلام الله يجزيك بخير. المهم يعني الآن السؤال هو حول مسألة تطبيق الشريعة وكذا وكذا والدولة المدنية. نعم أولا تطبيق الشريعة كما هي عقيدة شوف الشريعة ثلاثة وأثلاث العقيدة والعبادة والشريعة. العقيدة والعبادة كتهم شكون؟ علاقة العبد بربه سبحانه عز وجل ثلثين شكون اللي كيطبقها؟ المسلم العادي في حياته يشتغل العقيدة والعبادة مع أسرته في الحي. حينما تطالب الآن أنت الأمة بأن تطبق الشريعة أنت تدعوهم إلى عقيدة التوحيد أن تدعوهم إلى ممارسة العبادات إن هذه المسألة لا يختلف فيها أحد. نعم الدولة الإسلامية من واجبها أن تقوم بذلك للذين لا يقومون بذلك الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور هذا من واجب الدولة الإسلامية. ثانيا من واجبنا تجاه هذا الشعب حينما لا يصلي مثلا أن نأمره أن يصلي. ثانيا أن هذا الذي يصلي هذه العبادات نعتبرها
من المؤشرات التي ينبغي أن يعتمد عليها في اختيار الناس للوظائف، نريدها أن تكون كذلك. واحدة من مكونات الشخصية الإسلامية التي يمكن أن تستأمن على أمور الأمة، الذي لا يصلي وقطع صلته بالله تبارك. نحن عندنا هذه النظرة الشاملة، تبقى الشريعة فيها الأخلاق، الصدق والأمانة، تيها الشهج انتع الشعب، علاقة الإنسان مع الإنسان، إنسان مع الإنسان، انتع الشعب، الصدق والأمانة وكذا. واش محتاجة الدولة تصدر مراسيم وتقول له الله يخليكم من كذب كذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب كما كيف هذا أبرير حتى يكتب عند الله كذابا. إذا فهو أصل الفجور. والأمانة، يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم: آيات المنافق ثلاث إذا حدث كذب. هي تتعلق هذه باش بإيمان الإنسان، لأن الأخلاق مبنية على الإيمان. من كان يؤمن بالله فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله فليكرم جاره. إذا كرم الجار وعدم الاعتداء على وإكرام الضيف والقول الطيب والكلمة الطيبة كلها أخلاق مبنية على الإيمان، لأن الذي يرى ويعتقد أنه يقف بين يدي الله تبارك وتعالى لا بد له أن يكون رحيما مع الناس، لطيفا مع الناس، أينا مع الناس. فهو الذي يدخل الجنة هو من أثقل ما في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق. وهذه ليست أبدا من المسائل تاع الدولة، هي مسألة تاع الشعب. واسمه بقي الآن؟ بقي تنظيم المسائل الأخرى في المسائل المدنية، القضاء والمرافعات، العلاقات الدولية، قوانين الأسير، حقوق الإنسان، حقوق الطفل، انفتاع المكونات الإنسانية، هذه المسائل هذه. إذن هذه المسائل هذه إن شاء الله تبارك وتعالى كم تمثل في الشريعة؟ شحال تمثل في الشريعة؟ حينما رأينا أن كل هذه الأمور تقع إنما يقوم بها الإنسان العادي المسلم، أي 90% كما قال الرسولي، هو الرسولي هذه المسألة 90% من الشريعة يطبقها المجتمع. شحال تبقى؟ 10% اللي كتكون ديال الدولة، بغض النظر على هذه النسبة واش هكذا تكون أكثر ولا صغيرة ولا ما يمش. لكن الإنسان حينما يرى أن العقيدة والعبادات والأخلاق ومجموعة من المعاملات كلها إنما تتعلق بالفرض ذاته إذا كان مسلما يخاف الله تبارك وتعالى، واش تبقى؟ تبقى بعض المسائل الأخرى التي يضبطها الإسلام. الإسلام ما خلاها شاهد، ما خلاها شاهد هذه المسألة والعياذ بالله هكذا سبهللا. تحدث عن قضية هما، نقول لك قاوس مبغيين، بغيت يتكلموا على مسائل أخرى. يتكلموا على حرية المرأة، يتكلموا على حرية الفردية بصفة، الحرية الفردية بصفة، اللي بغى يدير شي حاجة يديرها، هذه الحرية الفردية. بغاو يتكلموا على قضية الحدود، بغاو يتكلموا على منع الإعدام، مسائل معينة من مرجعية دولية فقط. وهؤلاء يجيشون جمعيات مدنية قلتها مئات المرات. كيف يقبل مرسي بها كيف يقبل مرسي بها؟ لا، مرسي يتكلم عن أمر آخر، يتكلم عن الدولة المدنية، وهي مرسي يتكلم عن مبدأ من المبادئ المعتمدة في تطبيق الشريعة كليا، وهو مبدأ التدرج. لا يمكن أبدا أبدا للحكومة أن تفرض على شعب لا زال لم ينضج إيمانيا، ولا زال لم يفهم الإسلام، ولا زال عياذا بالله الفقر، ولا زال المرض، فكيف يمكن لك أن تطبق الحدود في مجتمع مسلم ما زال نسيجيع؟ عمر رضي الله تعالى عنه قال لحاطب بن أبي بلتعة: سأقيم عليك الحد أنت، لأنك أنت من اضطررت هؤلاء العمال عندك أن يسرقوا، لأنك أجعتهم، ووالله لو عادوا إلي بتهمة السرقة لقطعت يدك. لا يمكن أن تطبق حد السرقة أو مثل الرجم وهو لا يجد المال الذي به يتزوج، ثم بعد ذلك عري كبير، ثم هنالك استهتار بالشريعة، ثم هنالك هجوم على هذا الدين، ثم هناك اتهام للدين بنفسه واتهام لحملة الدين. نحن الآن في مرحلة تسمى مرحلة تعريف بالإسلام، الدعوة إلى الإسلام. شوف الإسلام حينما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وبعث، ظل 13 سنة من 23 سنة من حياته الدعوية كان دائما يركز على مسألة الإيمان بالله واليوم الآخر، ترسيخ العقيدة. عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لو أن الله تعالى أنزل الحلال والحرام في مكة لما تبعه أحد ولما أطاع الله أحد. لكن 13 سنة وهو يرطب هذه القلوب التي امتلأت بالأصنام وكانت تعظم غير الله تبارك وتعالى، فإذا عظمت شيئا في قلبها أطاعته، ولذلك كانت تطيع الحجر لأن عظمت
بلاط الحجر. فلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف في مكة على بيت الله وفيها 360 صنم، ما أشار إلى صنم بسوء، حتى حطم الأصنام في قلوب الصحابة، ثم عادوا هم لكي يحطموا تلك الأصنام. الله تعالى سبحانه أنزل تبغيض الخمر إلى المسلمين في 3 آيات، ولم يحرمها إلا في الرابعة. ولو قال لهم في الآية الأولى لا تشربوها وكانوا مولعين بحب الخمر إلى درجة كبيرة ما تركها أحد. كيف استطاع هذا الإسلام الذي تغلغل إلى قلوبهم أن يقولوا جميعا حينما قال فهل أنتم منتهون، انتهينا. وإذا بالرجل يضع الكأس في فمه فيهرقه ويمجه من فمه ويعمدون إلى باطيات الخمر المليئة ثم يهرقونها حتى تسير سكك مكة خمرا. ما الذي أحدث هذا التغير؟ أمريكا في الستينات أرادت أن تمنع الخمر بقانون جمهوري، لكن ما الذي حدث؟ داروا الذعائر، ما الذي حدث؟ انتشر الخمر واستهلاكه وإنتاجه في الظلام وترويجه في الظلام، فكثرت المآسي، الحوادث، كل الآثار السلبية السيئة على الخمر ظهرت بشكل جلي. فعادوا وتراجعوا لأنهم ظنوا أن القانون، لكي يقولوا هذا الشريعة يعني القانون يعني الفرض ديالها، أن ليس هناك شيء يفرض، حتى العقيدة لا تفرض، لا إكراه في الدين. ما أنت علم بمسيطر، ما أنت علم بجبار، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنك لا تهدي من أحببت. لو لم يقتنع تقتنع الأمة بالشريعة أبدا لن تحكم فيها. ولذلك سمعنا هذه الآية، سمعنا هذه الآية كي يقول سيدنا بس فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ألا يتبادر إلى دينك شيء. ملاحظة واسمي الملاحظة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، أي هم من يحكموك، أي الشعب إذا كان صالحا هو الذي يفرز منه ولاة أمر يحكمون. ولذلك أنا من يجي عند الناس يقول لي مثلا الخمر راه يتباع وكذا، نقول له نعم الخمر حرام ونقول له حرام، لكن روحوا المرجان تجدون الناس دايرين الدور، شعب هذا ماشي حكومة. نعم هنالك مساهمة في تقريب الخمر، نعم هناك نية مبيتة في إفساد، نعم، ولكن قبلها سبقت عمليات لتغيير العقول ولإفساد الناس حتى قربوهم معنويا قبل أن تقرب إليه ماديا. ولذلك الصعيد يملي مثلا تمشي الناس في الصيف مثلا 800 ألف واحد يمشي في الصيف مدينة أوروبية يتعرّوا 800 ألف ويقول لك احنا بغينا الشريعة، وهم يتعرّوا المرأة مع الراجل والناظر والمنظور ملعونون، هم ما بغاوا الشريعة، ما بغاوهاش عمليا. هذا دخل في ثوابت، هذا يمكن غادي يتكلم يقول لك الإسلام ويتكلم بحرارة على الإسلام، ولكن عياذا بالله تجد هو الذي يعطي الرشوة، هو الذي يأكل الربا، هو الذي يتعرى في البحر. شعب لا يحب الإسلام ولا يعمل به لا يمكن أن تطبق على الإسلام يا أخي، ستكون فاشلا. أقيموا دولة القرآن في قلوبكم تقام على أرضكم. الله يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. النبي صلى الله عليه وسلم حينما هاجر من مكة إلى المدينة، هاجر بعد أن رتب الأوضاع في المدينة لقيام دولة الإسلام، ولما هاجر وجد أهل المدينة ينظمون الخرز ليتوجوا به عبد الله بن أبي بن سلول حاكما على المدينة. فماذا فعل أهل المدينة؟ قالوا ما أغبانا، نحن نستقبل النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنقذنا الله من الظلمات إلى النور، ونرجو أن نجعل هذا علينا رئيسا، أعوذ بالله. فهم الذين قلبوا المسألة، الشعب اللي ولا مؤمن لا يرضى أبدا لغير مؤمن أن يكون أميرا عليهم، فتركوه. أنت ترمي الكرة باتجاه الشعب بدل أولي الأمر. نعم الشعب، نعم الشعب. أش كان أقول لك أنا الآن؟ قلت والله الذي لا إله غيره لو أن الشعوب أرادت أن تطبق الشريعة لما بقي من أمور الشريعة إلا القليل التي يمكن أن تطبق عبر دولة إسلامية، والدولة الإسلامية لا يمكن أن تتحقق إلا بوجود مجتمع مسلم، فكما تكون يولى عليكم. لن يسلط الله تعالى ظالما حاكما ظالما إلا على شعب ظالم، إلا على شعب ظالم. قرأ القرآن وتشوف فاستخف قومه فأطاعوا إنهم كانوا قوما فاسقين.
استخف بعقولهم، لا إيمان لهم ولا علم لهم، واستهوتهم الشهوات فأطاعوا الفاجر وفعل بهم الأعاجم. هذا كل ما في الأمر. يعني فضيلة الشيخ عبد الله النهاري أشار إلى يعني ملاحظة مهمة، يعني نتمنى في القادم من الأيام ما تطرحوش أسئلة تخص ذاتية الشيخ عبد الله النهاري يعني في المسائل دياله. غادي نطرحوا آخر سؤال، آخر سؤالين على فضيلة الشيخ، باش لأنهم الناس كيقول لك هاد الناس من المحبة ديالهم ليك بغاو يعرفوا مجموعة تاع المعلومات. حسن دحان وعمامة من مدينة بوعرفة يقول: مختلف التنظيمات التي يعني كتستقبل فضيلة الشيخ عبد الله النهاري وكت يعني كتوجد له المسائل اللوجستيكية وكتقوم بالتعبئة للناس باش يحضروا المحاضرة ديالك، هي منظمة تجديد طلابي الدراع الدعوي في الجامعات المغربية لحركة توحيد والإصلاح ولحزب العدالة والتنمية. يقول هذا الشخص قال لي هذا السؤال، وهذا السؤال قالوه لي مجموعة تاع الناس، نريد جوابا مباشرا، هل الشيخ عبد الله النهاري ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية؟ الله تبارك وتعالى سبحانه يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، إذا أردت لدعوتك أن يكتب لها القبول أن تكون لله، لا تدعو إلى تنظيم ولا إلى حزب ولا إلى هيئة. إذا تحولت هذه القوالب التنظيمية وهي وسائل للدعوة إلى أصنام إلى غايات، فقرأ الفاتحة على الدعوة إلى الله. هذه واحدة. المسألة الثانية: أنني بإذن الله تبارك وتعالى سبحانه عز وجل دي الجميع، اللي الغالي يمشي، اللي الغالي يمشي في نمة إلى الغالي الاتحاد الاشتراكي والحزب الديمقراطي الاشتراكي والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، نمشي إلى الغالي مركز السينمائي المغربي، شي من الموضوع نمشي إلى الغتلي مثلا، من الغتلي في مثلا في ألمانيا الغتلي الجمعية نتاع الحوار ديال الأديان ياس، مشيت. لذلك أنا اللي الغالي نمشي، كونهم الأخرين ما يلغاو ليش واش نمشي نفرض عليهم روحي؟ كون منظمة جديد طلابي ترى أنني أمثل مثلا توجهها الغالي، أنا كنمشي. شي واحد كيبان له بلي أنا التوجه ديالي ماشي توجه الغالي ويناقشني، هذا هو الحوار، هذا هو الحوار بالتي أحسن بضوابطه. لكن أنت مثلا ما بغيتش، أنت تبان في الإعلام غير باش تضرب النهاري، الناري دار الناري دار. سي عبد الله تسمح لي، أنت دائما صارح في هذا السؤال، تبان لي ولي الدبلوماسي. واصبر. يعني بغينا جواب مباشر. مش تاع حزب العدالة والتنمية؟ مش أنا من حزب العدالة والتنمية؟ لست من حزب العدالة والتنمية، ولست متحزبا، ولن أكون متحزبا، ولا أنضم إلى أي حزب. وحركة توحيد والإصلاح. حركة توحيد كنت عضوا فيها. أنا تحملت مسؤوليات في حركة توحيد والإصلاح، وعملت في المجال السياسي قبل أن يتبلور هذا الحزب، وكنت من جملة من يحاور كبار الزعماء السياسيين في مدينة وجدة نيابة عن الإخوان في قضية، حينما كنا نتحدث عن قضية حزب التجديد الوطني، أنا التقيت مع حجيرة واللي معاه وتحاورنا حول هذه المسألة، أنا كنت من ذوك الناس، وأنا أول من دخل في الإسلاميين اللي بغيت تقول إلى المجلس البلدي سنة 1991. هذا شيء معروف. إني مارست السياسة، مارستها من خلال عمل يعني ما كاينش كاع تنظيم، ومارسناها ان شاء الله تبارك وتعالى مع الحزب الاخر، وشاركنا في المؤتمر التاسيسي نتاع هذا الحزب، انا شاركت وكتبت سلسله من المقالات في احدى الجرائد المحليه حول هذا الموضوع، راه موجود لحد الان. حركه توحيد والتوحيد والاصلاح، كل المنتمين لحركه توحيد الاصلاح هم منتمين لحزب العداله والتنميه بطريقه اوتوماتيكيه. ليس ذلك صحيحا، أنت تتحدث من خارج هذين التنظيمين، أنا أتحدث لك وأقول لك العمل السياسي هو واجهة من الواجهات الدعوية التي يترك فيها الخيار لأبناء الحركة الإسلامية إن كانوا يريدون أن يمارسوا هذا العمل السياسي أو لا، يختصون بالعمل الدعوي الذي هو العمل الأهم والاستراتيجي لتربية الأمة من القاع. أما السياسة ربما تذهب الأطر الكثيرة إلى هذا المجال فلا تغير شيئا، ربما
ولذلك يبقى هذا العمل السياسي هو من واجهات العمل الدعوي، أي سياسة وسيلة لخدمة مرجعية الأمة، قيم الأمة، ثم مسألة شلة من خدمة هذا الشعب من ناحية المادية ومن ناحية هذا هو المسألة بكل بساطة. فضيلة الشيخ، باش ننهيو هذا الموضوع، كنقولوا فقهاء، كثروا هاد الفقهاء يعني، والناس كيهضروا على تهميش ما يسمى بالأساتذة والمفكرين تاع المغرب العميق، وانت وناس اخرين بغض النظر على الاتجاهات ديالهم بحال السي محمد العبادي والسي بن حمزة، يعني انكم عطيتوا وجه مشرق للمنطقة الشرقية وان لها امتداد في التربة المغربية وليست طارئة عليها. يعني باش نحسموا في هذا النقاش، كيقولوا ان السي عبد الله النهاري والسي عبد العزيز أفتتي في جهة اخرى وحزب العدالة والتنمية، كله كل هذا الشيء يدور في مدخل من مداخل اللعبة السياسية اللي هو توزيع الأدوار بالدارجة، انت كوي وانا نمخ، هما بغاو يلصقوا لك هاد الضربة، انت العدالة والتنمية طالقك السي بن كينان وطالقك الأمانة العامة العب ديالك في الحركة الدعوية، والسي أفتاتي طالقينه يقول الحوايج اللي ما قدش يقولهم بن كينان، ومن كينان يبرد السوق، والأمور كل شيء دايرة في العدالة والتنمية. هو القضية هذه الحمد لله هم يقولون، فهي مشكلته القلقلة، وهم يقولون هالشي اللي كان. أما إذا جيت نتكلم على أنا على روحي ما نبغيش قاعد المسألة، إن شاء الله تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى سبحانه عز وجل أمرنا أن نبلغ دين الله تعالى سبحانه عز وجل بما نستطيع وبالإمكانيات التي لدينا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن نكون صادقين في ذلك، والآخرون يرون ما يرون. أنا لا أشعر ولا أرى ما يرون هؤلاء. سعد الله النهاري، سؤال بسيط وخصو جواب بسيط. الناس كيقول لك سعد الله النهاري شحال عنده معاه؟ عندي 54 سنة. الله يطول في عمرك ويخليك لينا. قالك 6 سنين دي التقاعد، مر التقاعد ما غادي تخلي التقرية ولا مدينة في المغرب. إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. الله يرزقنا وإياكم الصحة. يعني السي عبد الله النهاري يعني باقي غادي يزعج خصوم الشعب المغربي والأمة الإسلامية صراحة، يعني باش نعاودوا لهذه الملاحظة يعني في الحلقة الجاية غادي نجاوبوا على الأسئلة اللي كتهم قضايا المسلمين مع تعاطيهم مع المستجدات، سواء مع اللي كتوقع في الأمة الإسلامية أو في العالم الخارجي. يعني جاوبنا يعني نزولا عند رغبة المشاهدين. إلى الحلقة العاشرة، ها هو سعيد سنا يحييكم، ونعتذر عن أي نشاز وقع في هذه الحلقة. حياكم الله.